إن خبرتكم وحكمتكم يا سمو الرئيس تنير لنا الطريق إلى المستقبل، فأنتم ركن من أركان الدولة في الماضي والحاضر والمستقبل. صاحب السمو الملكي، بالنيابة عن جميع القياديين في حكومة مملكة البحرين، أؤكد لكم اليوم أن عزمنا أكبر من أي تحديات تواجهنا، وبتكاتف الجميع سنواصل العمل بفضل من الله وتوجيه من جلالة الملك الوالد حفظ الله ورعاية ودعم سموكم الكريم لتحقيق الغايات المنشودة من أهداف التنمية والتطور لصالح كافة أبناء البحرين المخلصين.